السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما انتم شايفين كده شايفين اصطادنا ايه من البحر ما شاء الله. وطبعا هنعمل بالسمكة دي احلى اكلة وطبعا هنعملها معاكم. شايفين ما شاء الله. طبعا احنا رجعنا البيت اهو دلوقتي شايفين السمكة ما شاء الله فيها اكتر من كيلو ونص. شايفين اهو. طبعا دلوقتي هنسويها سوا هنقطعها. انا غسلتها بس لسه طبعا عايزة تتغسل تاني عشان فيها اهو لسه فيها اثار رملة. هنقطعها وننضفها كويس وهنعملها معاكم. شايفين ما شاء الله لما ربنا بقى بيرزق. انا ما كنتش متوقع ان احنا هنصطاد سمكة كده هوت وهي دي بس اللي احنا اصطادناها. شايفين اهو. طبعا شفتوني انا ومسكها في البحر وبوريها لكم اهي. دلوقتي انا هننضفها ونقطعها وهنسويها برضو معاكم. طبعا انا هنا هو ده هو بحاول افتح بطنها لحمها جامد جدا. انا بفتحه بتتفتح بالعافية اهو زي ما انتم شايفين. شايفين اهو بنفتح مع بعض. شايفين السمنة اللي جواها الدهون اللي جواها. شايفين اكيد ده الكبد بتاعها ده اهو. اهو شايفين. هنطلع بقى الحاجات اللي جواها. انا بقى حطيتها على الرخامة عشان ايه تشوفوا معايا مع بعض كده اهو ايه براحة. شايفين طبعا الحاجات بتطلع بالعافية اللي جواها دي المصارين وكده. شايفين ما شاء الله. شايفين وده الكبد بتاعها. طبعا انا والاولاد فرحنا بيها جدا وزوجي. طبعا انا طبعا ما قدرتش اقطعها خليت زوجي هو اللي يقطعها لنا كده اهوت. شايفين ما شاء الله البه زي القشطه وكان فيها طبعا دهون وكده اهو. بس انا ايه رميت بقى كل حاجه فيها. دلوقتي بقى هنشطفها مع بعض وهنقعنا. طبعا غسلتها حلو من الرملة وكده هوت. بس ايه اهو قدامك اهو هنعمل الخطوة دي. هنا هو ده اهو حطينا اهو المية عشان هنقعها في المحلول ده. وهنحط لها حبة خل كده معلقتين كده ولا حاجة عشان تتغسل حلو. وهنحط لها برضو شوية ملح ندعكها بيها. هنضوب بقى الخل وندخل كده هو الخل
والملح كده كويس جواها. اه بصي دي ازاي، وسبحان الله الدهون اللي جواها دي ما بتطلعش بسهولة، يعني بشدها جامد مش عايزة تطلع. اهو في بعض منها اهو طالعة اهو في قلب المية، شايفين بقى الخل بيعمل ايه، بيطلع كل حاجة فيها. وطبعا بطنها كانت نظيفة جدا اهو، شايفين اي حاجة، اي حاجة الحاجات السودة كده اهو، الحاجات دي بنطلعها وننضف كده اهو، ادهنها كويس السلسلة ومصارينها زي الفل. كان بصوا بقى الخل، الخل هيطلع كل حاجة، كل حاجة فيها مش حلوة، ان كان دم ان كان اي حاجة فيها مش هيخلي، هيطلع كل حاجة. طبعا انا هنقعها كده شوية كده بتاع ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده هنيجي بقى هوريكم التتبيلة بتاعتها وهوريكم ازاي هنسويها ان شاء الله. يا ريت انتوا كمان تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو ده، انا طبعا فرحت ما شاء الله جامد. اول ما طبعا ما كنتش متوقعه ان السمكيه دي هتطلع معانا، سمكه ما شاء الله كبيره. آه كده هو يعني هي وزنها كده يقرب على ايه، يعني طبعا احنا دلوقتي لما انا روحت البيت وزنتها كانت تقرب على 2 كيلو كده الا ربع ولا حاجه، يعني هي فوق الكيلو ونص. وهنسيبها بقى كده اهو شويه كده ربع ساعه ولا حاجه في قلب الميه المخل. طبعا بصوا الخل نزل كل حاجه فيها، الدم بقى اللي ما طلعش في الغسيل والكلام دوت، طبعا مع شويه الملح. وانا طبعا الراس انا رميتها لان هي شبه الشبه كده، راسها كده شبه التعبان كده شويه، فصراحه انا خفت منها ورحت ايه بقى قطعت الراس رحت ارميها، مع انها كلها لحم بس بقى رميتها، قلت مش مشكلة هستغنى عن الراس وكده هوت. واهو بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، هنقعد بقى ربع ساعة ننقعها كده هوت، وبعد كده بقى ايه هنيجي مع بعض هوريكم بقى هنعملها ازاي مع بعض وهنتبلها ازاي. طبعا انا هنا غسلت الرخامة كويس وعقمتها ومسحتها طبعا ونشفتها علشان خاطر، مع ان ريحتها جميلة قوي، يعني ريحتها مش زفارة ولا حاجة، ريحتها ريحة البحر وخيرات البحر طبعا اسعدتنا وكده واسعدت اولادي، فرحوا بيها وقعدوا يلعبوا بيها. وطبعا انا سايبه السمكه هتتنقع، وربنا يا رب يرزقكم جميعا من خيرات البحر واسماك البحر الجميله. طبعا لما احنا بنشتري الحاجه احنا بنشتري طبعا السمك كتير، انا السمكه دي انا اشتريتها قبل كده بس يعني الصراحه ما اعرفش اسمها ايه، فطبعا أنا لما لقيتها انا مطمنه لها علشان انا كنت شاريها قبل كده. فطبعا العيال فرحوا بيها، اولادي فرحوا بيها جدا وقعدوا يلعبوا بيها في قلب الميه ويفتحوا بقها ومش عارفه ايه والكلام ده، وانا برضو فرحت بيها قوي. خلاص انا كده بقى هشطفها شطفه حلوه وهنيجي مع بعض هنعملها مع بعض واوريكم هنعملها ازاي. انا طبعا انا اهو جهزت الخلطه بتاعتها، عملت راس توم اهو قطعتها كده دقيتها كده على رفيع وحطيت لها ملح وحطيت لها كمون وطبعا انا زي ما انتم شايفين فلفل احمر قطعته على صغير، وهو الليمون قدامنا اهو. هنعمل كده اهو هنعصر الليمون اهو علشان هو يعني ما شاء الله مش زفر ولا حاجة ودسم، انا كنت هعمله صينية بس عشان دسم انا ايه انا هقليه علشان خاطر ينزل الدهون اللي فيه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو خلاص خلصت ده النص ده اهو، نطلع دوت كده اهو بذوق نعصر النص التاني عشان الليمون بيدي للسمك طعم حلو.
طبعا لو ما شاء الله جميل على الشمطازة، طبعا طلع من البحر مش زي الاسماك اللي بتبقى ريحتها كده، هو ده فيها زفارة، لا دوت ده ريحته حلوة وجميلة اوي. هنقلبه كده هوت وهنحشيه في قلب السمك. وطبعا الحتة الكتل التخينة اللي هي كانت مقفولة ومسدودة، انا فتحتها علشان خاطر تشرب في التتبيلة حلو لما نيجي نتبلها. شايفين ازاي قلبه ازاي ابيض وجميل من جوه؟ فانا بقى ايه يعني فكرت، انا كنت هعمله كده اهو صينية، قلت لا نعمله كده هو نقليه وفي زيت قليل كمان علشان هو دسم قوي، عشان الدهون اللي فيه تنزل، ما يبقاش عامل كده هو ايه زي الجيلاتينة لما يقعد يبرد. ان طبعا الكمية دي كبيرة قوي علينا يعني، فانا ايه هنعمله كده اهو، اهو كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو بنحشيه. طبعا دي برضو من الحتت اللي كانت مقفولة وانا شقتها كده هو ده عشان تاكل في التتبيلة بتاعتها. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، طبعا الفلفل دوت حامي، فانا قلت بقى ايه نعمله كده عشان طبعا لما بيبقى فيه فلفل حامي فيه شطة فيه حاجة، طبعا ديت بتدي للأكل طعم، بتدي للسمك بالذات السمك الخل والليمون والكمون، هما سر بقى ايه تتبيلة اي نوع من انواع السمك بتديها طبعا طعم حلو، بتزود التست بتاعها اهو. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبه بقى كده هو يتبل كده هو يتنقع شوية في قلب التتبيلة بتاعته. طبعا لما نيجي نتغدى هنقليه عشان يبقى سخن على طول. طبعا هنعمل معاه رز جنبه وهجيلكوا بقى احنا وايه احنا وبنعمله ان شاء الله. نعود عصرنا الدقيق بالسمك بالدقيق وهو بنقليه. وهنا طبعا انا بسلق هنا بطاطس قبل ما الرز يتعمل، لان التانية هحط عليها رز، هحط عليها هعمل كشري، كشري اسكندراني. وطبعا هنا البطاطس دي انا اللي هي متوسطة عشان بيبقى طعمها في السليق، او الصغيرة بيبقى طعمها في السليق احسن. وطبعا حطيت لها معلقة ملح صغيرة علشان خاطر تتقشر معانا بسرعة. وهنا انا بشوح البصله عشان خاطر الكشري، اشوحها كده شويه اهو حد كده اهو ما يبقى لونها ذهبي، وبعد كده هنشوح معاها رز وشويه والعدس الاصفر، بعد كده نحط عليها الميه المغليه عشان يستوي بسرعه. هنا اهو حطينا عليه العدس الاصفر اهو زي ما انتوا شايفين،
وتبلناه، حطينا له الملح وهنسيبه بقى لحد ايه اول ما يغلي كده، ويبتدي يغلي جامد اهو، ابتدى هو يغلي. هنغطيه ونوطي النار عليه يعني تبقى كده زي الشمع عشان ما يتلسعش من تحت. وهو جانا تاني بعد ما الاكل استوى، اهو السمك حمرناه، وهو كشري بالعدس الاصفر، وهناك اهو البطاطس مسلوقه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم وفرحتوا معانا زي ما احنا كده ما فرحنا. طبعا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.